صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم السبت 8 آب. تأنين ساعات التيار الكهربائي أزمة قديمة، إنما الجديد فيها تزامنها مع موجات الحر العالية. محطة تكريمية للفنانة سلوى الأطريب بالحازمية، وتقرير خاص عن أمسية شرقية ضمن مهرجان أعياد بيروت. أما ضيفتنا لليوم فهي الفنانة غادة شبير، لنحكي معها أكثر عن العمل المسرحي الغنائي ابن بطوطة. ولكن قبل ما نستعرض كل هالتفاصيل بنتوقف مع محطتنا الثابتة مثل كل صباح، وهي اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية لناخذ تفاصيل عن طقس الويك إند. اليوم معنا الأستاذ محمد كنش. أستاذ محمد صباح الخير. صباح نور، يا هلا، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. الطقس كيف رح بيكون خلال الويك إند، أو كيف مكفى بالأحرى؟ إجمالا بلش تنحس موجة الحر اعتبارا من اليوم بعد الظهر. اليوم طقسنا ببلش صافي إلى قليل غيوم، درجات حرارة مرتفعة نسبيا خلال النهار، يعني بتوصل لـ 34 درجة. نعم. بلش تنخفض تدريجيا اعتبارا من بعد الظهر، وبيتحول طقس لغائم جزئيا وتكون ضباب على المرتفعات ليلا. بكرة مكفي قليل غيوم إجمالا مع ضباب على المرتفعات خاصة خلال الفترة الصباحية، عندنا انخفاض درجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى المرتفعات، بيتحول مساء لغائم جزئيا. أما التنين فغائم جزئيا مع استقرار درجات الحرارة، بينما بتستمر بالانخفاض بالداخل وعلى المرتفع. ورح بيكون في رطوبة؟ بالنسبة للرطوبة منا عالية كتير، بس هي مرتفعة نسبيا، يعني هي بين 50 و85% عم بتكون، بعدها مرتفعة تقريبا. نعم. بس انه مش طول النهار بحد الأقصى عم بتكون. نعم. يعني عم تلعب. درجات الحرارة لليوم بين 25 و33 درجة على الساحل، ممكن توصل ل 34، فوق الجبال من 20 ل 30 درجة، وبالمناطق الداخلية من 19 ل 39 درجة، أما بالأرز من 15 ل 27 درجة. نعم، شكرا لك أستاذ محمد على كل هالتفاصيل. جوال صباح الخير. صباح الخير إليك بلارات، وصباح الخير لكل اللي عم بيتابعونا. مثل العادة جولة على عناوين الصحف الصادرة اليوم السبت 8 آب. البداية مع صحيفة النهار، موقف دولي مرن من التمديد للعسكريين، عون اليوم إلى الشارع والمفاوضات مفتوحة. التيار الوطني الحر حل للتعيينات بتمديد سن التقاعد لجميع الضباط. فضوا عروضا في مناقصات الخليوي والنفايات. ضمن محليات النهار، انتخابات التيار لا احتكار لتنافس الأقرباء. فلسطين تغني ألحان الحجارة في الأمريكية. أيضا ضمن النهار، موسكو تنفي استقبال قاسم سليماني، واشنطن العقوبات لن ترفع عنه. مجلس الأمن تبنى القرار الكيميائي، أوباما يرى بارقة للحل في سوريا. ضمن افتتاحية النهار، كتب لليوم المطران جورج خضر التجلي، وبختم مع الصورة الرئيسية وهي مثل ما عم نشوف البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وسط حشد من المستقبلين لدى وصوله امبارح للمريجات بالبقاع. من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، طرابلس توقيف مجند انتحاريين خطط لتفجيرات وفتنة. قضية تشيكيين خيوط حول مكان احتجازهم ومطالب الخاطفين. دمشق تستقبل وفدا إماراتيا، وسليماني يزور موسكو، المبادرات الصديقة تحاصر سوريا. غارات ليلية على غزة وتخوف من انفجار في الضفة، إسرائيل تلتف على السلام بطرح الكونفدرالية. من السفير إلى عناوين صحيفة الحياة، مبادرة السعودية في اللقاء المعجزة، انتخابات رئاسية سورية بإشراف دولي. الرياض تسخر من أنباء تناولت تشكيل حلف رباعي مع الأسد لمواجهة الإرهاب. مجلس الأمن يدين، والمفتي يعتبر المهاجمين مجرمين يمهدون لأعداء المسلمين. السعودية تشيع ضحايا تفجير المسجد. قرار دولي يحدد المسؤولية عن استخدام الكلور، وتوتر في الوسط العلوي في اللاذقية، أوباما يرى بارقة أمل لإزاحة الأسد. المقاومة الشعبية تدخل زنجبار، وأيضا ضمن الحياة، العبادي يواجه غضب الشارع وضغوط السيستاني. قلق أمريكي بعد زيارة سليماني موسكو، وبختم،
أوجلان يطلب وقف إراقة الدماء بين الجيش والكردستاني. من الحياة بتابع جولتنا مع عناوين صحيفة المستقبل. أوباما، موسكو وطهران تدركان أن الرياح لا تميل لمصلحة الأسد. توافق غير اعتيادي في مجلس الأمن حول قرار سوري. بهجة سليمان يهاجم المبادرة الإيرانية. مرجع في 8 أذار، نعم زيارة المملوك فشلت. ابن عم الأسد يقتل عقيدا مهما لأولوية المرور. احتجاجات غاضبة في العراق تطالب بالإصلاح. وأيضا ضمن المستقبل، الحريري يهنئ السيسي. ديمقراطيان نافذان يعارضان الاتفاق مع إيران. وبالصفحات الداخلية بالمستقبل، حزب الله وإيران واحتلال سوريا. عصف أفكار في لجان مجلس 14 أذار. وبختم لليوم كتب بول شاول ضمن افتتاحية المستقبل، مهرجان أصوات حية، الشعر بكل تعابيره وجنونه وأصواته وأجسامه. من المستقبل إلى الأنوار، ضغوط داخلية وخارجية لفرملة الاندفاع العوني لتحريك الشارع. تعددت الشركات والمطلوب مطامر للنفايات. رجل يمثل جريمة قتل زوجته بالاتفاق مع سائقهما في المتن. مجلس الأمن يطلب إجراء تحقيق باستخدام السلاح الكيماوي بسوريا. داعش يخطف 230 مسلما ومسيحيا في مدينة القريتين السورية. ديمقراطيون بالكونغرس يرفضون الاتفاق النووي مع إيران. تظاهرات صاخبة في العراق ضد الفساد وتردي الخدمات. وبختم لليوم بافتتاحية الأنوار بقلم رفيق خوري، كل هذا التدخل وحل بلا تدخل. من الأنوار إلى اللواء، دعم مسيحي للحكومة بمواجهة التهور العوني. ظريف يحمل نصائح بالتهدئة والرابي تتجه إلى التعطيل الشامل. أوباما، التخلي الروسي الإيراني عن الأسد يفتح باب التسوية في سوريا. إجماع في مجلس الأمن على لجنة تحدد المسؤوليات باستخدام الكيماوي. أيضا ضمن اللواء، تحرير الرهينة الفرنسية في اليمن. هولاند يشكر السلطان قابوس للمساعدة. وبختم بقلم أحمد الغز، هل ستحكم سوريا من لبنان؟ من اللواء إلى عناوين صحيفة البلد، عون يرد على التمديد اليوم وثلاث شركات للنفايات. الراعي بدأ جولته البقاعية من المريجات وزار الميس. رغم الأهمال الرسمي، مغارة كفرحيم تفرض نفسها. كيف مرت موجة الحر على كروم البقاع؟ وأيضا ضمن البلد، السيستاني ينتقد العبادي ومجازر الموصل إلى الواجهة. وختاما، تركيا تجمد أموال صالح والحوثيين. بترجم العناوين صحيفة ذا ديلي ستار لليوم، بعد الضربة عون يستعد للتصعيد. مناصرو التيار الوطني الحر يستعدون للشارع احتجاجا على التمديد. أوباما يصرح بإمكانية فقدان الأسد الدعم من موسكو وطهران. وختاما، التحالف الدولي يستهدف مستخدمي الأسلحة الكيماوية في سوريا. أيضا بترجم العناوين صحيفة لوريان لوجور، ضمن ملف النفايات، المناقصات تتقدم ولكن الكل بانتظار الفعل. ارتباك حول زيارة علي المملوك للمملكة العربية السعودية. وختاما، رهناء مسيحيون لداعش في القريتين ورجل دين سورياني يطلق نداءات المساعدة. تابع جولتنا مع عناوين صحيفة الشرق وأبرز ما ورد. السنيورة، إيران تختطف قضايا العرب والمسلمين. عون يستنفر قواعده ولكن التمديد صار أمرا واقعا. قبول ثلاث شركات لمعالجة نفايات بيروت والضاحيتين. الطائرة الأكبر في العالم هو عنوان الصورة الرئيسية لليوم. وهنا عم نشوف صورة الطائرة الأكبر بالعالم. ست شركات عالمية في مناقصة الخلوي وخروج ألفا. إدانة لبنانية، السعودية ستدحر الإرهاب. ضمن أيضا عناوين الشرق، داعش يحتجز 100 عائلة مسيحية في سوريا.
واشنطن فشل ذريع لبرنامج تدريب المعتدلين. من الشرق إلى الشرق الأوسط، زنجبار محررة وقوة سعودية إلى عدن لتطهيرها من الألغام. المقاومة على مشارف تعز، الإفراج عن فرنسية اختطفت في اليمن بواسطة عمانية. توافق أمريكي روسي وراء قرار دولي بالتحقيق في هجمات الكيماوي بسوريا. داعش يختطف عشرات المسيحيين من حمص. من الشرق الأوسط بنتقل لعناوين صحيفة الأخبار. لمصلحة من كسر ميشيل عون؟ وختاما، التظاهرات ترسم مستقبل الحكومة، العبادي يتلقف مطالب المرجعية. ختام جولتنا مثل العادة بيكون مع عناوين صحيفة الجمهورية. عون يواصل مساره التصعيدي، العنوان العريض لليوم بالجمهورية. حقيقة لقاءات المملوك في الرياض. أوباما يلتمس بارقة أمل للحل في سوريا. وختاما وأخيرا، مشروع أشرف ريفي. مع هالعنوان منكون وصلنا لختام جولتنا على الصحف. فاصل أول بحلقتنا، من بعدها أبرز المواعيد السقفية مع بيرات. جولتنا الثقافية لليوم منبلشها من مهرجانات إهمج يلي بتفتتح فعاليتها لصيف 2015 ب20 آب مع الفنان معين الشريف. هي الكلمة اللي قلتيها، كيف قدرتي ما تخبيها بعيونك الحلوة؟ كيف قدرتي تقسى علي وتقولي لي ما عاد فيه؟ آخر كلمة بقلك هي شو بيشبهك تشرين؟ كسار، شو بيشبهك انت من دون انذار؟ عقبتي بشدها. من اهمج بننتقل الى القبيات، وضمن فعاليات مهرجان القبيات لصيف 2015 الافتتاح ب 15 اب مع الفنان وائل كفوري. راجع يتعمر، راجع للهنا، راجع واخضر اكثر. مهرجانات سور الدولية عن خارطة مهرجانات صيف 2015، سور قررت تحتفل بطريقتها، وعرس المينا هو عنوان النشاط الاحتفالي اللي رح تستقبله سور ب 14 و 15 الشهر، وذلك بالمينا البحرية. 31 فنان من لبنان وفرنسا رح بيقدموا موسيقى، غناء، دبكة، ألعاب نارية وأكروباتية وعروض مسرحية ورقص، والنشاطات بتبلش على الساعة 7 المساء. موسيقى، بهلوانيات وأكثر. على مينا صور السهرة من 7:30 لنص الليل. ليلتكم نور بأحلى عرس بصور. تحية فرقة الرحل الكبير سهرة بكرة بتسعة آب بمترو المدينة تحت عنوان عودة البومب المؤقتة، ورح بتقدم خلاله مجموعة من الأغاني يلي بتلجأ فيها إلى السخرية لمحاكاة أوضاع المنطقة. وضيفة الأمسية هي الفنانة المصرية مريم صالح. مات من ذلك خلق كثير، ومات من ذلك خلق كثير، ولكن بفضله لم يموت أحد مهم. تقيم الجمعية الثقافية والفرقة المسرحية منوال احتفالية بالذكرى السابعة لغياب الشاعر الفلسطيني محمود درويش، وعنوانها اللقاء كزهر اللوز أو أبعد.
هالعمل بيجي بتعاون مع مركز معروف سعد الثقافي، ورح يتضمن إقامة تجهيز فني بقاعة المعرض عن الشاعر، بالإضافة إلى مشهدية مسرحية عن قصائد درويش لفرقة منويل، وعرض موسيقى لبعض قصائد درويش المغنيات مع ربيع سلامة وأمل كعوش، وشهادات حية لفنانين ومثقفين مثل الشاعر شوقي بزيع، الفنان مرسال خليفة، والصحفي صائر أبو فخر. أصدقاء يا صديقي لا اطلاع، لا الماء عندك لا الدواء، ولا السماء ولا الدماء ولا الشراع، ولا الأمام ولا الوراء، حاصر حصارك لا مفر، سقط القناع عن القناع، سقط القناع ولا أحد إلاك. الموعد بتسعة آب على 8 المساء. مننتقل إلى مهرجانات بيت الدين الدولية، واليوم موعد مع The Armenian National Philharmonic Orchestra بقيادة المايسترو إدوار توبيجيان، والموعد على الساعة 8:30 المساء. من بيت الدين مننتقل إلى لحفد، وتحديداً اللحفد كونتري كلوب، يلي اليوم بيستقبل أمسية موسيقية مع أكثر من 20 فنان، وضمن اللاين أب موعد مع الفنان اللبناني زيد حمدان. شفنا هون مع الفنانة مريم صالح، يلي هي كمان اليوم بتقدم أمسية بمترو المدينة بعنوان فرح. رح ننتقل هلا إلى البرونوت كافي، واليوم موعد مع الفنانة اللبنانية كاتي زخور. يا حبيبي تعال الحقني شوف اللي دارالي، من بعدك صار العمر عندي بلاقي خيالة، مين قدك للسنة الثالثة على التوالي، وبالتعاون مع سينما متروبوليس بيقدم The Garden عرض لأفلام بالهواء الطلق تحت عنوان Moonage Daydream. الموعد اليوم مع عرض فيلم بيتل جوس للمخرج تيم بيرتون على الساعة 8:30 المساء. Leaving. They're dead. It's a little late to be neurotic. So they're calling on Beetlejuice. Beetlejuice, Beetlejuice, Beetlejuice. Who's no ordinary ghost. Yeah. You don't want his help. Can you be scary? لجنة أصدقاء صورات بتنظم الأمسية الفنية تحت أشجار السنديان المعمرة بالبلدة، الموعد مساء اليوم مع عازف لفوت دو بان ميشيل تيرابوسكو، وبرافقه 35 موسيقى من الأوركسترا الوطنية اللبنانية بقيادة مايكل كوستو، وجزء ثاني من أمسية اليوم رح بيكون مع كورال الأنديو بقيادة الأب خليل رحمي. وبرافق هالأمسية الفنية معرض موزايك ولوحات زيتية. اليوم السبت وموعد ثابت مع زميلتنا وردة بصالون السبت، ضيفة لليوم المحامي الياس الزغبي، بالإضافة إلى الرأي العام، الموعد 8:30 الصبح على إذاعة الشرق. مننتقل هلأ لعن جوال لنشوف السير كيف عم بيكون بهالأثناء. جولة على الطرقات، بنبديها من جسر سليم سليم بالاتجاهين، عم نشوف انه حركة سير سالكة من سليم سليم كمان للزلقة، المشهد نفسه ما في ضغط سير. خلدة كمان عم نشوف انه حركة سير طبيعية بالنسبة ليوم سبت، يعني ولا في شوية توقف للسير بخلدة. على كل حال رح ناخد تفاصيل أكثر عن حركة السير لليوم مع اتصالنا من غرفة التحكم للمرور، اليوم معنا على الخط المعاون توني بشعلاني. صباح الخير. صباح الخير لكم ولكل المشاهدين. اهلا وسهلا، تفضل. نعم، بالنسبه لحركه المرور ليوم السبت
نبدأ بالمدخل الشمالي يلي عم يشهد ضغط سير بين طبرجة والكازينو، والسبب أعمال التصفيت على الأوتوستراد الغربي المتجه نحو بيروت تحديدا من مفرق طبرجة، وتحويل السير نحو الطريق البحرية مستديرة البلدة. لا متى وهل... رح يبقى تحويل السير؟ نعم هالأشغال مستمرة، يعني مستمرة يلي ابتدت من اليوم الساعة 6 صباحا لغاية الساعة 12 ظهرا، بالإضافة لغدا بكرة الأحد عنا من الساعة 6 الصبح كمان للساعة 12 انتهاء الأشغال. بس بوقت شوي عم بده يكون في عجقة سبت وأحد. هو مبدئيا عم بيزفتوا بهالوقت، يعني الوقت اللي ما بيكون فيه ذروة السير يعني صباحا. نعم. يعني على طول بشكل عام سبت واحد بيكون الحركة الصباحية كتير خفيفة، كرمال هيك عم بيستفيدوا منهم بين الستة والساعة 12 لتخفيف السير كرمال ما يصير في ازدحام. نعم. بالنسبة للمدخل الجنوبي عم يشهد حركة سير ناشطة باتجاه العاصمة دون أي توقف. المدخل الجبلي الحركة كتير طبيعية، عنا أعمال حفر وتوسيع الطريق بين صوفر وساحة بحمدون، دورنا من ناشد كل يلي عم يسلك هالطريق توخي الحذر حفاظا على سلامتهم. ضمن العاصمة بيروت المدينة الرياضية الكولا سليم سلام الوسط، كورنيش المزرعة البربير المتحف العدلية، كذلك الكورنيش البحري بعد حركة السير الصباحية الطبيعية دون أي توقف. بالنسبة للمهرجانات عنا مساء اليوم حفل عشاء بساحة دير القمر، ومنعا للازدحام رح تتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اعتبارا من الساعة 19 الساعة 7 اليوم عشية لحين انتهاء المناسبة تدابير تحويل السير المتجه من كفر حيم لدير القمر باتجاه معاصر بيت الدين. أكيد بده يتم تركيز حاجز ثابت عند مفرق كفر حيم بعقلين بهدف تحويل السير القادم للمشاركة بالمهرجانات. من ناشد كل المواطنين الكرام التأيد بإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي تسهيلا لحركة المرور. نعم بالنسبة لحوادث السير. نعم بالنسبة للحوادث يلي تسجلت هال 24 ساعة على كافة الأراضي اللبنانية وتسببت بقتلى وجرحى عددها كان 9، نتج عنهم قتيلين من جراء حادثين صدم و13 جريح من جراء 7 حوادث تصادم. يعني للأسف نسبة مرتفعة مش نعم عندي. للأسف هالليلة كان عدد الحوادث كثير مرتفع. نعم معاون توني بشعلان بنتمنى لك نحن نهار حلو. رح نتوقف مع فاصل جديد بحلقتنا، من بعدها منتابع تقاريرنا. تترقب الأوساط السياسية ما سيعلنه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب العماد ميشيل عون اليوم عقب اجتماع استثنائي للتكتل في الرابي قبل ظهر اليوم، تتقرر خلاله الخطوات التي سيعتمدها ردا على قرارات تأجيل تسريح القادة العسكريين مدة السنة التي أصدرها وزير الدفاع سمير مقبل قبل يومين. دعا رئيس كتلة المستقبل النيابية الرئيس فؤاد السنيورة الذي شارك في افتتاح منتدى أصيلة في المغرب إلى أن يكون هناك سعي لإنشاء علاقات صحيحة بين الدول العربية وإيران تكون مبنية على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة. وأكد أن تفعيل العمل العربي المشترك بشقيه السياسي الأمني والاقتصادي يقتضي تطوير موقف عربي جماعي واضح وحازم يستعيد التوازن الاستراتيجي في المنطقة العربية ومع تركيا ويتصدى للاجتياح الإيراني للدول والمجتمعات العربية وحتما للتحدي الأساس المتمثل بالاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني والاستمرار عدم وجود حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس المبادرة العربية للسلام. واقترح السنيورة استحداث هيئة عربية لوضع خطة لصد التهديدات التي تواجهها الأمة العربية. أمنيا أفيد عن إطلاق نار من الجانب السوري على الأوتوستراد الذي يربط العبودية بمنجز عكار مما أدى إلى شل الحركة على الأوتوستراد. أشارت صحيفة السفير إلى أن الحكومة التشيكية تبلغت رسميا من الأجهزة الأمنية اللبنانية عبر سفيرها في بيروت أنها حققت تقدما في قضية خطف التشيكيين وأنها باتت تملك للمرة الأولى خيوطا حول مكان احتجازهم ومطالب الخاطفين. في سوريا قتل وجرح عشرات المدنيين في قصف جوي وصاروخي عنيف من قبل قوات الأسد على مدينة درية في ريف دمشق، يأتي ذلك بعد هجوم شنته شبيحة النظام على مواقع فقدت السيطرة عليها في الأحياء الشمالية من المدينة.
وفي جبهات الشمال تستمر الاشتباكات العنيفة في محيط قريتي المشيك وبحصة وأطراف بلدة المنصورة بسهل الغاب في ريف حماة وسط استمرار القصف العنيف والمتبادل بين الطرفين. نهاية الموجز، شكرا للمتابعة. صباح الخير عن جديد. انكسر الدف وتفرقوا العشاء وانت وانا يا ما نبقى. جنرال الرابية بأداء منفرد من بعد ما تخلى عنه الحليف وحليف الحليف، ومعاركه الخاسرة سجلت جولة إضافية. فحلف البيك مع الأستاذ بدعم مستقبلي قطع الطريق أمام التيار البرتقالي بدفع البلد نحو الخراب. فأحلام الرئاسة ومعركة التعيينات تحت حجة آلية العمل اصطدمت بجبهة متينة. دولة الأستاذ من عين التينة وضع نفسه بخدمة رئيس الحكومة، وإنت وأنا يا ريت عنا كوخ. من وثيقة التفاهم حتى اليوم عبارة وحدة بتختصر واقع الجنرال البرتقالي على مستوى القاعدة: إني أغرق. غرق الإصلاح والتغيير وغرق معه البلد. فجنرال الرابية الواقع أسير حلم الرئاسة عم بصارع طواحين الهوى وكوابيس الفشل السياسي. حتى العناوين الإنمائية يلي أطلقها بوزاراته ما أثمرت إلا الإفلاس. وإذا كان أول الغيث قطرة، فملف الكهرباء فاض بما فيه من صفقات وفشل ليدفع المواطن ثمن تقاعس الوزراء اللاهثين خلف المناصب عن تأمين أبسط حقوق المواطن. تقرير للزميلة رويدة الصفد، منتابعه سوا. بنص الجو بغير جو بيطفي الضو بيرعبني، ما هو ده وبيخلي الضو يصير الجو بيعجبني. بنص الجو بغير جو بيطفي الضو بيرعبني، ما هو ده وبيخلي الضو يصير الجو بيعجبني. بنص الجو سياسة تحطيم الشعب أصبحت واضحة. اليأس والقهر من العيش الاجتماعي المرة طالوا حياة اللبنانيين من كل المناطق دون أي استثناء، وهالمرة تقريرنا من شحيم حيث لا كهرباء ولا مي. نحن الدنيا بوقت حريق، بوقت شاب، بوقت لهبة. نحن بحاجة للمي وبحاجة للكهرباء وبحاجة يشيلوا هالزبالة مشان البلد تنضف، ما فيك تمشي. هذه قلة رحمة للعباد، قلة ثقة من الدولة للعباد. حرام، ونحن ولاد الدولة ونحن تحت القانون، بس نعيش تحت رحمة الأحزاب وتحت رحمة الزعران يقطعوا الكهرباء، هذا شيء حرام. وزبالة معلية على البيوت، ريحتها قتلتنا جميع الأمراض. والله العظيم صرت عاملة عملية دم بعينيا بسبب تسكير الدموع. عنا قضاة، عنا محامية، عنا ضباط، عنا الدولة، عنا الدنيا، وزبالة من أول الضيعة لآخر الضيعة. ورئيس البلدية أخ يا بطني أخ يا ظهري. والله بتيجي ساعتين بتنقطع 12 ساعة. فيش كرامة بهالبلد، كلها نواب ووزراء ودنيا بس ما حدا عنده كرامة. نحن عنا كهربتنا مقطوعة مثل الدولة المقطوعة لعنا، لا كهرباء ولا مي وزبالة بالطرقات. جبال زبالة هو بالطرقات، ما بتمثلنا نحن، بتمثل الرؤساء المسؤولين عنا ومسؤولين عن هالبلد. دولة ما في وزبالة على طامتنا وطامة البرلمان كله. مين يعني البواخر شو بدها هسه يستعجوا بيخرب تزق، بس لا يتفقوا مين بده يسرق أكتر. تسقط مشكلة ليعلق المواطن بمشكلة أكبر. فتراكم النفايات المكدسة على طرقات شحيم ما اكتفت بتشويه المنظر فقط، بل وصل الأمر إلى حد المرض، سواء من رائحة النفايات المحروقة أو حتى من الجراثيم يلي عم تنتشر. عم ننام لش في نوم؟ يا ما كنت نامي وتسكري يا ما فيك، ما فيك. والأولاد كلها بالمستشفيات، العالم كلها نفس الموضوع، زبالة
قلت كهرباء وشوب وضيقت خلق. عم اقول لك شوفي ما اطيب لحم البعجين مع ريحه الزباله، طلعي هون عم هون فرن وهون زباله، شوفي ما اطيبه. اشتراك اشتراك كهرباء 24 24. الاشتراك بخرب الديار، عيدانات غالي، اشتراك غالي، مي شري. ان كان مي وان كان كهربي وان كان زبالي شو بدكم احسن من هيك؟ يعني البرادات عم يتعفن من ورا الكهرباء، غسيل عم يتعرم من ورا الكهرباء، وزبالي قد ما بدك فيه زباله كومه بيمرقوا بيعملوا حالهم مش شايفين، بس تجي النيابه بيصيروا يردوا للشعب. الشعب الحق عليه، حق على الشعب، لأنه الشعب لو إنه شعب عن جد كان بيوقف موقف وكل هالقطة هي بكبها برضه. يعني فتشي على كل الأنظمة بالعالم، فتشي على كل شرايع العالم، الكتب، شرايع الغاب، شرايع النصب، شرايع الجية، ما بتلاقي مثيل للعيشة بلبنان. مش قادرين يأمنونا أبسط حقوقنا، بقى يتركونا نحن بنعرف نتصرف. سبب خراب البلد هن من 73 اللي بموت هو بيجي ابنه، بيجي ابن خيه، بيجي ابن عمه. مين اللي تغير بهالبلد؟ ما حدا تغير. هن قاعدين مكيفات وبسافروا على فرنسا، على بلجيكا، على محل ما في مناطق برود. نحن قاعدين تحت الفرن وتحت الكهرباء عم نتدفي. والله الله ما حيجلسها لهالبلد، ضرب القلب حطوه 40 سنه بالمقبس، اخر شيء رجع عوج. في نص الجو شو اشغل الجو. ضمن سلسلة المحطات التكريمية اللي عم بتنظمها بلدية الحزمية لفنانين عاشوا بها البلدة وبإطار مهرجان شباب الحزمية، كان الموعد مع تكريم للفنانة سلوى الأطريب على مسيرة طويلة بعالم الفن والتمثيل. أمسية تكريمية فنية كان حاضر فيها بنتها ألين لحود يلي قدمت مجموعة من أعمال والدتها، وأجواء النشاط من تبع السوا بها المشاهد. مش عم نفتش هالفرح، هيدي بدمنا نحن، بدمنا، بنحب ننبسط، بنحب نعيش. هيك عقليته لبناني، يا ريت في عنده زعمة مثله هو. على طول في فرح وفي شغل وفي ركض وفي أمبيانس دايمة. ولعانة ولعانة. هلا بتقوم لأيامي. هلا بنولعها. بدنا رواق، ما في حرب، بدنا سلم. وبصير لبنان جنة. راجع يتعمر لبنان بمحبة أبنائه وإيمان عشاء الفرح والحياة، والمهرجانات الصيفية هي أكبر دليل على أنه هالبلد الصغير ما بيعرف يموت. فبالحزمية كان اللقاء ضمن مهرجان شباب الحزمية لنظم من قبل بلدية المنطقة، لأرادت من خلاله تكريم ذكرى الفنانة الراحلة سلوى الأطريب. فأحيت المهرجان النجمة ألين لحود، وذلك من خلال بيئة من أجمل أغاني والدتها سلوى الأطريب. مهم انه نكرم الكبار، كبارنا اللي نحن بنشوف حالنا فيهم، هذا هو التراث اللي باقي، والباقي وغير هيك كله رايح. سلوى الأطريب انا ربيت عليها وبي ربع عليها وجدي ربع عليها، فاكيد لازم حتى انا بس اتجوز يعني حربي اولادي عليها على وديع الصافي وعلى الكل. اسمعي هالاغاني، شوفي هالحضور الحلو، شوفي هالاعضاء بالبلديه، ما احلى يكونوا صحفيين وفنانين، طاقه ايجابيه حلوه. هيدا لبنان، هيدي جامعة لبنان، إن شاء الله منضل مجموعين على طول بهيك أجواء. فنانة كبيرة أول شيء سلوى الأطريب، ولازم على طول نضل نذكرها يعني، والأهم شيء إنه بنتها إنه أخذة مطرحها، شيء كتير حلو. إن شاء
في خوف لأنه الحزمية المنطقة اللي أنا خلقت فيها ربيت فيها وكبرت فيها مع سلوى واللي كانت عزيزة على قلب سلوى. فرحتين ورهبتين وتأثر وعم كرم أمي. صحيح صرنا مكرمينا كتير عبر جمعيات ومؤسسات ومدارس، بس اليوم حاسة أنه عم بعمل أول خطوة يعني من التكريمات اللي هي بتستاهلها. وتكريم الكبار بيعطينا دفع أكتر وبيخلي المواطن يحس انه في امل دايما. نحن دايما عنا امل بلبنان، عنا امل كبير انه لبنان بده يستمر، عنا امل كبير انه لبنان بده يرجع مثل ما كان واحسن من ما كان. المهرجان أتى تتويجاً لمؤتمر شباب البلدة واللي قدم فيه فنانين من شباب الحزمية مواهب وطاقات الموسيقية والفنية، ولكن على عكس هالبلد الولعان بالمشاكل والأزمات كانت الأجواء بالحزمية والعانة بالفرح والرقص والموسيقى. نتمنى يكون عنا رئيس جمهورية، نتمنى يكون في انتخابات نيابية وقانون جديد، كل هودي بعلوم السياسية. الله يخلينا الموسيقى عم تضلها تفرحنا، عم تضلها تجمعنا. انه الواحد عم بيختنق، يعني ما في شيء ماشي بهالبلد. عم نيجي لهون هيك ما بنقعد نفكر بشيء، بنسكر السيلولير ونسمع موسيقى وبس. أنا السونة قطعت المي وكل شيء والكهرباء وكل شيء. بس تقولي مسيحي ومسلم فصلتي، هيدا لبنان. بأوروبا في فرنساوي مسلم وفرنساوي مسلم، في فرنساوي في بلجيكا، ولبنان في لبناني. لبنان ما بيموت، قد ما يعملوا في السياسيين ما راح ينزم لبنان، هن بيروحوا ولبنان بيبقى. وللبنانيين يعني مشهورين إن لو ما بحبوا الحياة وهيك كانوا يقسوا من زمان. وأنا عندي خي ومرته وولاده إجوا وراحوا، إجوا قعدوا شهر تموز كله وانبسطوا كتير كتير، وعم بيتعجبوا كل مرة بيجوا إنه رغم كل المصاعب إنه بعدكم مستقلين وبعدكم عم بتعيشوا وبعدكم عم بتحطوا الفرح والبسط والحب. غدا شبير، اهلا وسهلا فيك اليوم معنا. صباح الخير. المشاهد اللي كنا عم نشوفها هي مشاهد من مسرحيه الغنائيه الاوبراليه ابن بطوطه يلي شاركت فيها. تم عرضها بالبحرين بعمان وبميلانو اخر عروضات كانوا. هيدي ثاني تجربه لك على المسرح. ايه ثاني تجربه، قبلها كان في ارض الخلود للبحرين
Land of Immortality. أنا طلعت فيها على المسرح بدور المرأة العربية أو المرأة اللبنانية وغنيت فيها قصيدة لسعيد عقل، بس ارتجلت الغناء على المسرح. يعني كان عندي 10 دقائق على المسرح، كان في ارتجال فقط، ما كان في تأليف موسيقي للموضوع. بعدين وقتها يعني رجعت بلشت أفكر بعمل تاني أني شارك فيه. العمل اللي شاركت فيه كان في قسم من العمل مؤلف وقسم التاني اللي كان عم نحكي عن هالعمل. نعم، يلي اللي سمعناه هلأ هو كان مؤلف. في القسم التاني يلي هو مرتجل، هو على شكل موال، يعني أخذت الفرقة بتاعتي بس السلطان وبعدين بيتكفى الشغل بشكل امبروفيزاسيون. ارتجالي بس أكيد يمكن في خطوط عريضة أنتوا عم تكونوا ملتزمين فيها بالعمل، أو عم تكون ارتجال حر بكل معنى الكلمة؟ ارتجال حر، يعني أنا ولا ليلة بكون مثل ليلة. يعني بيقولي امبارح كان حلو، اليوم غيرتي عملتي غير مقامات اليوم. يعني حسب ما أنا أكون حاسة بهالنهار هيدا. بنحكي أكثر عن تفاصيل العمل، بس خلينا نقول أنه هو بيجمع 180 فنان. نعم. من كل الدول العالمية. نعم. وحضرتك الوحيدة من لبنان. نعم مزبوط. كيف عم بيكون؟ نحكي أكثر عن المسرحية، عن أجواءها. نعم، أول شيء مش وحدة من لبنان، في بحب أثني على موضوع كتير مهم، هي الجو الفرقة يلي كانت اللي غنوا، يلي هي كانوا قسم من الجامعة الأنطونية، قسم الكونسيرفاتوار، قسم من الجامعة الكاثوليك، يعني كانوا أخذنا الإليت إذا بدك، وأصوات نخبة. نعم النخبة، الأصوات اللي كانت رائعة وانشغل عليهم. بدي هني كمان الأب توفيق معتوق يلي اشتغل معهم بشكل رائع، لأنه الأصوات حقيقة نص المسرحية أنا بعتبر كان جو الكورال بشكل كتير حلو، كتير كتير احنا حلو. رح نرجع نسمع من المسرحية غدا ومنكفي حديثنا معك. شكرا. يعني عم نشوف محطات. نعم، مرق. نعم. فيها ابن بطوطة، ويمكن كل محطة مرق فيها في لوحة والفن، في لوحة معينة. صح. كمان صح. بترافق هالعمل. مزبوط. كم محطة يعني بتتضمن المسرحية هذا؟ يعني أكثر من 4 محطات تقريبا. يعني هو مرق أخذنا الشام، لبنان، أخذنا مصر، مسقط عمان، يعني برمي على الدول يلي هي فيها إذا بدك أكثر تراث موسيقي، تراث تاريخي. صح. لحتى يقدروا لحتى يقدروا ياخذوا الفكره التاريخيه منها، من لبس، من شكل، من موسيقى، من رقص. بس الملفت غادة انه عم نشوف على المسرح يعني الديكار غايب كليا، في لوحات. نعم. راقصه، وفي البروجكشن يلي عم نشوفها. نعم. على المسرح هي عم بتشوفيها من الاكسبو من ايطاليا. بس اللي صار بمسقط عمان واللي صار بالبحرين لا، كان في ديكور كثير كامل. والديكور كان اخذ حيز كثير مهم من العمل، وكان شيء يعني كتير كبير، بس يمكن تقدروا يلقلون على إيطاليا كان شيء يعني مستحيل، شبه مستحيل. لهيك اتكلنا بإيطاليا على البروجكشن. المشهدية هلأ كنا عم نشوفها قلتينا. نعم. من سلطنة عمان. نعم. عم نشوف اللبس، يعني في لبس ضخم، في نعم. في يمكن فريق كامل، يعني حتى المسرح في ممثلين، عدة ممثلين، عدة فنانين. شوفي مصممة الملابس دينا نديم يلي هي مصرية، بس أنا حقيقة كان لي شرف إنه كون موجودة وهي تصمم ملابس بكتير محلات، لأنه الملابس اللي صممتها بكل لوحة من اللوحات كانت كأنه هي عاملة ريسيرش على الموضوع وشغلتها بشكل كتير رائع. يعني حقيقة شفناك أنت بالأبيض. ايه انا حبيت اطلع بالابيض لانه انا كنت ممثله دور الشام وبيروت، يعني دور المراه اللبنانيه والشاميه، وانا كان بدي اطلع بفكره السلام. يعني كنت حابه اطلع على المسرح جسد فكره السلام اكثر، لانه احنا بتعرفي هالقصص اللي عم نمرق فيها هلا. حبيت كون بمطرح في سلام، في يعني في شيء بضوي، يعني ما في اللون الابيض هو الوحيد اللي بيربط للسلام. عم بيلعب دور ابن بطوطه الفنان عبد الرحمن زهره. ابو زهره. ابو زهره. نعم. العمل معه كيف كان؟
أول شيء اسمحي لي لك إنه أنا أول مرة يعني أكيد بهالمسرحية هي بطلع معه على المسرح، بس أنا لي شرف إني وقفت حده على المسرح وغنيت. هو إنسان رائع، إنسان محترف جدا بيحترم عمله، يعني نحن نفوت على المسرح يمكن قبل بساعة هو بيكون موجود قبل بساعتين وثلاثة وقاعد وحامل هم كأنه أول مرة يمكن بيطلع على مسرح، هالقد هو محترف، هالقد بيحترم عمله. والشغل معه صعب؟ لا، بس إنسان جدا دقيق، يعني ما بيقبل شغلي أقل أو زيادة أو أقل وقت، كل شيء بده إياه على القد، وهذا شيء كتير بيريح، أنا شخصيا بيريحني لأنه بحب أشتغل مع إنسان دقيق على المسرح. بالعكس كنت كتير كتير مرتاحة معه. ووليد عوني يلي عامل كل هالإخراج اللي شفتيه، كل هاللوحات يعني اللوحات الكوريغرافية، يعني وليد عوني مع كل نحنا تعصيبنا وهلأ بدنا نطلع وهيك تشوفيه على طول ضيحك على طول مبسوط ما عنده مشكلة. يعني كم رأس كان في غادة تقريبا؟ انتو هلأ الكرو كلكم 180 شخص، يعني بدك تاخدي فكرة الأوركسترا واحدة في شي 80، يعني الأوركسترا كانت حقيقة عظيمة. وهشام جبر يلي هو عمل الألحان ويلي هو عمل التوزيع الرائع اللي كان حقيقة تعب كتير، أنا بهنيه. خلينا كمان نقول أن القصائد الغنائية للشاعر نادر صلاح الدين والشاعر صالح الفهدي، تصميم الرأس لوليد العوني وموسيقى هشام جبر. نعم، أستاذ هشام جبر المايسترو كان حقيقة مستلمة أكيد من الأول للأخير، نحن تمرنا عدة مرات قبل ورجعنا هونيك. بتعرفي كل مسرح في بدك تعملي ادابتاسيون على المسرح اللي بتفوتي عليه، يعني قبل قد ايه بتكونوا موجودين؟ يعني ان كان بالبحرين او بعمان او بميلانو، هلا بالبحرين تواجدتوا؟ بالبحرين قبل بجمعتين. هن اكيد قبل بكتير، هن بيسافروا، بتعرفي الفرق يلي هي من برا مش من هون، فرق رأس اكيد اللي بيصمم الرأس هيك بيروح قبل بثلاث اربع اشهر بست اشهر، يعني حسب قديش بدهم وقت. هلا نحن كشانتور انا كان منبعث لي العمل قبل بست اشهر على لبنان لنحفظ الدور لنعرف وقتنا كيف نفوت كيف نطلع، بعدين بس نصير سيرسين في عنا جمعتين بس نون ستوب، يعني كل يوم كل يوم كل يوم عندك بحدود العشر ساعات تمرين على المسرح مع الفرقه مع الهدا. والغريب انه بتنبسطي انه الفرق الموسيقيه قديش بروفيشنال، يعني بيطلعوا على المسرح مش انه هلا صاروا ساعتين بدنا نفل، يعني بيقعدوا من الصبح لاربع خمسه بعد الظهر هن قاعدين ناطرين حتى الضوء الاخضر طيعته خلص انه فيكم تقوموا تفلوا بيقوم بفلوا، يعني بتحسي حالك مرتاحه عم تعملي براتيك وشغل على شغلك عم تتمرني مرتاحه. حبيت هالشغل هيئتك، حبيت المسرح، حبيت هلا في له وهرته وفي له جماله، يعني كل شيء فيه بيصير على المسرح انت بتحسي حالك ملكه، يعني وقت بتوقفي على المسرح على هالخشبه بتحسي عن جد انه انت ملكه وانه في ما بعرف كم عين عم تتطلع فيكي، بس انت الاساس هون بقى غير انه ما تعملي كونسرت بتكون عم تحسي غاده في رهبه كثير كبيره. كثير صعب اكيد. قبل ما نحكي عن نشاطاتك هلا خلال الصيفيه، من بعد اكسبو ميلانو وين رح بيروح ابن بطوطه؟ اول شيء بنتمنى يجي على لبنان، بنتمنى يجي على لبنان، واكيد انه عم ينشغل عليه لحتى يبرم، انه اكيد الانتاج يلي هو من مسقط عمان عم يشتغلوا عليه لحتى يبرم اكثر، لانه الشغل اللي معمول اخذ سنين، يعني اخذ وقت تاليف وتلحين وهيك، يعني لازم انه ينعرض ينعطى حقه ضروري هيدا الشيء. الحفلات اللي حضرتك بتقدميها نحن معودين عليك اكثر، يعني اكيد بتتكلي على الصوت ما بتتكلي على المشهديه. نعم. قد ايه هين عليك او قد ايه صعب كمان انه تكوني عم تتحركي على كل المسرح؟ يعني هلا عم نشوفك انت عم تتحركي. نعم نعم. شوفي اللي ساعدني على هالموضوع وليد عوني المخرج يلي كان موجود، وبشكل كتير هيك بسيط، يعني اللي بدل ما تعملي هيك اعملي هيك، زيحي من هون روحي لورا اعملي هيك، برمي بيناتهم، عندك هالقد مساحه تبرمي عندك هيك، يعني انا هول ما كنت عاملتهم قبل، انا بوقف سيرسان كونسير يعني مع الفرقه الموسيقيه مع الفرقه، يعني بتكل على الصوت على القطع يلي طالعه غنيها، بس معه هو هيك حسيت انه فيكي تعملي شيء كتير حلو بشي كتير بسيط مرات، يعني من خلال هالخبرة ممكن. بس هلا نشوف خادة شبير بأمسية موسيقية خارج إطار المسرح، تعدي في شيء جديد يعني غير يلي كنا نشوف غادة فيه؟ إن شاء الله إن شاء الله قريب، أنا حكيته لوليد عوني إن شاء الله بنعمل شيء، عم نفكر نعمل شيء أندلسي. وبتعرفي أنت الشكل الموشحات هيك كيف بتطلع وهيدا، بقى عم نفكر نعمل شيء لحتى تفوت كل هالألوان وكل هالقصص على المسرح بشكل حلو. ايه اكيد. وين رح نشوف غادة هلا بالصيف 2015؟ انا بهالشهر هيدا يعني اخر الشهر بختتم مهرجان الاسكندرية، مكتبة الاسكندرية ب 4 سبتمبر، وب 12 الشهر رح كون بالجزائر بمهرجان المالوف.
ب 23 اكتوبر رح كون بلندن بالاوبرا هاوس، في عنا كونسرت وبعدين برجع في عندي كونسير بلبنان كمان. ما هي بدي اسالك الجمهور اللبناني يعني وين؟ لا في عنا بلبنان اذا الله راد، في بلبنان وبرجع بروح على مسقط عمان في ماستر كلاس وحفله وهيك اذا الله بيريد. بلبنان وين يعني في تفاصيل عن العمل وين رح بيكون؟ لحد هلا بقصر المؤتمرات بدبي. نعم، ورح يكون عمل قسم منه موشحات يعني بس مشغول بشكل مختلف. وقصائد وهيك، في اشياء جديده وفي اشياء معموله بالسيديز يلي كانوا قبل. نعم، هلا عم بيطالبوا انه نسمع منك شيء مع انه قلتي لنا لا بس على الصبح. ما هو في احلى من صوتك على الصبح. تسلمي لي. بس طب رح سمع رفران بس. يلا. انت حبيبي يا حلو صد لشو محتار، ما انا ليل باوله ومكحول قوم السهار. انت حبيبي يا حلو صد لشو محتار، ما انا ليل باوله ومكحول قوم السهار. حبيبي قدمتيها بالعرض؟ لا هي ما قدمتها بالعرض. هي قدمتي لنا اياها على اخبار الصباح وما بتشكي شيء ابدا على الصباح. طيب اذا ما نرجع للفن الارتجالي، يعني هو من اصعب الفنون الارتجال، كيف قدرتوا يمكن انتم كمبتدئين اذا فينا نقول بمجال المسرح، شو يعني انه ترتجلوا بالغنى؟ قصه المسرح ما لها علاقه بالدراسه، يعني انا عامله بحث وعامله دراسات معمقه على المقامات العربيه وانا استاذه بهالمضمار. يعني انا ماني مبتدئه لحتى اطلع على المسرح اعمل هيدا الشيء. مبتدئه يمكن عم تحكيني اني طالعه على المسرح مثل، بس انا ماني مبتدئه بالموسيقى، ماني مبتدئه بالغناء. لذلك انه هيدا الموضوع لازم بياخذ وقت طويل بالسمع، وقت طويل بالبحث، لازم يكون عندك ساعات بالنهار تسمعي ليصير عندك مخزون كبير. انا صراحه اشتغلت هالموضوع لمده 20 سنه، كان في عندي اوقات معينه اشتغل فيها سماعيه طويله وحلل لوقت طويل، وبعدين صفى في عندي يمكن شيء اعطيه من ذاتي الى جانب الاشياء اللي انا سمعتها واللي صارت بالمخزون عندي. بس هيدي منا شغله انه اليوم بيجي واحد على باله هيك طلع وارتجل هيك، هيدا منه ارتجال. بدك ترتجلي يعني بده يكون في انت تكوني ماتر، يعني بدك تكوني قد حالك. اذا وقفتي على المسرح ما تضيعي، يعني مش اذا عطوكي مقام معين وطلعوا من المقام راحوا محل ثاني انت تضيعي تروحي بمطرح اخر بيقولوا له هيدا ضاع بالشقفه، يعني راح معش يرجع. هو مفروض انك تكوني قد حالك وهالقد واثقه انه انت اذا وقفتي على المسرح عطوكي قصيده. يعني انا اذا بتعطيني هلا قصيده بتقولي وقفي هلا على المسرح ارتجليها، بوقف برتجلها كلها ما عندي مشكله. بس هيدا شيء منه شيء اني مش هلا قررتي وصار هيك، هيدا شيء بياخد سنين طويله دراسات وعلم وشغل وبحث وسمع لحتى توصلي بعدين اذا انت بدك واذا انت عندك الطموح واذا عندك المقدره والموهبه انك تقافي تعملي هيدا الشيء. بس هذا هين ابدا، بس يكون بصوره جماعيه مش نوعا ما بيكون يمكن بيريح اكثر الفنانين. مثل شو يعني؟ بس يكون الارتجال عم بيكون كذا فنان واقف على المسرح وعم بيرتجلوا، مش اريح بيكون نوعا ما؟ يعني يمكن المسؤوليه اكيد موجوده بس بتخف نوعا ما على الفنان. حسب، اذا كان الفنان يلي عم بغني حدك او اللي عم بغنوا حدك عندهم الروح، يعني عارفين انت شو عم بتسلميهم وشو هن بدهم يكفوا ترتاحي. بس اذا كان الفنان محدود يعني بتعطيه الجمله مثلا بيات بكفي بيات عادي وما بيعرف يسلمك بتتعبي تنقطش كانه هسه تنقطش الفكره وبتتعبي، يعني بتصفي بدك ترجعي تردي الناس للفكره اللي انت فيها. يعني هي منا القصه انك عم تعرضي فكره وتطلع تفلي، انت عم تعرضي فكره وبتعالجيها بتعالجيها لتوصل للازدهار للابوجي فيها وترجعي فيها لحتى تصالي للاساس للقرار. يعني ما فيك تفوتي هيك وتسلمي حدا يعمل شيء ثاني اخر انت مانك راضيه عنه. صفى بده يتحضر، ومره بيتحضر بطل ارتجال. وقتها بتحضريه بتقولي انا بدي اعمل هيك وهيك وهيك وانت بتعمل هيك وهيك وبتحفظيه هون، هيدا بطل ارتجال. صفى لكنه مكتوب. بيكون عندك فكره يعني انت قبل ما تطلع يمكن على المسرح هلا شو بدك تعملي؟ يعني انا لأنه مثلا لانه كل مره عم بيكون غير. ايه بس مثلا تنقول سلموني راست على الضو، وقتها كنا بميلان قلت له انت سلمني راست، وانا طلعت
واشتغلت عملت اللي بدي اياه، بعدين اجى على بالي على المسا غير اعمل صبا غيرت، بعدين اجى على بالي زيد بيتين من الشعر زدتهم ورجعت غيرت لانه حبيت افلش المقام على المنطقه الجوابيه، غيرت عملت اللي بدي اياه. هلا اني اللي عم بدير الاوركسترا قاعد ناطرني يعني انه لا حول ولا قوه ناطرني لحتى اخلص، بس الحلو انه اليوم يكون في تشجيع لهيدا النمط من الغناء. نحن اليوم بحاله من الاندثار لهيدا الشيء، نحن ما عندنا اياه، نحن اليوم لحد هلا بلشنا نفوت بطريق جديد او قلنا اكثر من كذا سنه نشتغل بس الغناء المحفوظ، يعني بنعطي غنيه بيطلع واحد بيحفظها بغنيها على المسرح، بس هيدا منه فن وحده. طب شو هالقصايد يلي يعني عم بيتم هيك يعني على المسرح ارتجال عم بتقدموهم؟ يعني هلا حكينا كثير بس يمكن فتنا يمكن بتفاصيل كثير مهنيه، اذا بدنا نوصل الفكره بطريقه مبسطه هذا هلا بالغناء يعني او بالارتجال شو يعني بتسمعينا يعني مثلا؟ يعني مثلا مثلا في كتبت مجدك في قلبي وفي شام ما المجد انت المجد، يعني رح اقول لك بس مثلا فيك تقولي كتبت مجدك في قلبي وفي الكتب وبتغيري كتبت مجدك في قلبي وفي الكتب وبتغيري كتبت مجدك في قلبي وفي الكتب كتبت مجدك في قلبي وفي الكتب شام ما المجد أنت المجد في كتبي. بس أنا اللي عم قلك شيء أنا ما عملته هنيك. نعم بس تناخد فكرة. الفكرة هي إنه فيك تاخدي جملة وهلا اعطيتك فكرة صغيرة بس كل جملة فيك تفوتي فيها بعشرات المقامات، تفوتي فيها بنغمات جديدة، تفوتي فيها بتلوين جديد، بأورنمان بصوتك مختلف، يعني هيدا هو. أكيد بده يكون في كتير هيك تناغم بينك وبين الفرقة الموسيقية. ما هو أكيد، ما هو أنت القرار هو قرار، يعني أنت لما بتاخدي الدرجة الأساسية هي قرار، أنت شو بتشتغلي بعدين هيدا صار ابداعك انت، صار شغلك انت. حتى يلحقوك دائما ما الفرقه ما بتلحقك، الفرقه لازم تضل عاطيه القرار، اللي بيلحقك هو احد اعضاء الفرقه يلي بيكون او عواد او ناي، بيكون نحن دخلنا فرقه، دخلنا اعضاء يعني للفرقه شرقيين يعني بيعزفوا الالات الشرقيه، هل بيعزفوا الالات الشرقيه اللي هن معودوا على التقسيم، معودين على شغل المسرح بهالشكل، هودي بيرفقوك بترجموا الفكره لحتى انت تكفي، بيعطوا ترجمه للفكره اللي انت بتبدعيها وانت بعدين بتكفي، بس انه اكيد مستحيل الفرقه ترافقك، اذا الفرقه بدها ترافق يعني بدنا نكتب لها دونك ببطل ارتجال. هذا يعني اكيد العمل الفني هو يمكن اكثر مصدر هيك اكتفاء ذاتي عند الفنان، بس كمان الجوائز والتكريمات بتلعب دور اساسي عنده، وانت نلت حصة يعني كان عندك جوائز نلتيها جوائز عالميه مهمه كمان، بس انت الاكتفاء الذاتي تبعك وين بتلاقيه اكثر؟ بوقوفك على المسرح او بس تتكرم كمان هذا شبير؟ هيك انا ما بيعني لي موضوع التكريم، يعني انه هلا اكيد بشكر كل ناس انه لما بيعملوا شيء بيكرموا شخص بيكونوا بحبوه من محبتهم من تقديرهم لإله، بس انا شخصيا يعني اذا بتقلي لي ككاريير انا عم بعملها انا ما بيعني لي اي شيء بتقلي لي تكرمتي وعطوكي جايزه هيدا بالنسبه لي مثل شيء كانه عم بتشجعي فنان لحتى يمشي بطريقه لحتى يكفي طريقه، بس هي ما بتوقف انه ما بتوقف شيء مهم انه خلص وقفتي هون وخلص، انا اللي بيعني لي هو البحث، اللي بيعني لي هو كل لحن قديم بشتغل عليه بجيبه عمره ميات السنين برجع بكتبه وبعمل تحليل علمي عليه وبرجع بحطه قدام الناس ليسمعوه، بيعني لي كل العمل المقامي يلي بتشتغلي فيه بشكل ارتجالي على المسرح، بتطلعي على المسرح وبتقدميه بشكل ارتجالي، هيدا اللي بيعني لي، بيعني لي تقدمي شيء بيشبهني، بيشبه الارض، يشبه البلد اللي انت فيه. حلو الشغف يلي عندك غادة عن جد من الطريقة اللي عم تحكي فيها، يعني قديش عندك عشق وشغف للموسيقى وللشيء اللي بتعمليه. حقيقة أنا بقعد أكثر من 6 ساعات أو 7 ساعات بالنهار بكون مفصولة عن عائلتي، مفصولة عن الكل، وقاعدة بمكتبي بس عم بشتغل، يا بكون عم لحن، يا بكون عم باخذ قصايد ارتجلها، يا بكون عم حضر كونسرت، لأنه أنا بحضر كل شيء، يعني كل أعمالي اللي بدي أشتغلها على المسرح
أنا بنقي النصوص، أنا بقرأ الشعر القديم كله، بنقي من الشعر القديم، بعرف شو بدي برضو شو بدي أخذ من هالشعر هيدا، شو بدي غني منه، شو اللي أنا بيعني لي، شو اللي أنا ممكن يخدني بفكرة، بلحن، بمقام، هيدا القصة. يعني كان فيها المرونة يمكن باختيار النصوص بابن بطوطة. بابن بطوطة النصوص مكتوبة، بس أنا كان في عندي خيار بتنقية النص اللي أنا طلعت فيه حكيت فيه، يعني جمعت فيه بين لبنان والشام، يلي هو كان نص لسعيد عقل، مش نص، هو شعر لسعيد عقل، بقى أنا كتبت مجدك في قلبي وفي يعني هي قصيدة قديمة لإله، بس أنا حسيت فيها شيء لأنه هني كانوا عم بيقولوا اللوحة بتحكي عن الشام وعن لبنان وهيك، قلت أنا بدي شيء يجمع بين اثنين سوا، لقيت القصيدة لسعيد عقل وحقيقة قصيدة رائعة جدا، وأخذت كمان بيتين شعر من استاذ عاصر رحباني، ما بتذكر، لا ما شو اسمه لا بتذكره، بركي في فوتج نسمع ونشوف اذا في شيء. اخذت بيتين شعر حطيتهم مع القصيده لانه حسيت فيهم شيء كثير حلو بيحكي كمان عن الشام. لا لا ما تدور لي الميكرو مش نحن بانتظارك، فاذا هلا رح تعطي الجمهور المصري بمكتبه الاسكندريه رح يكون على اول موعد معك، بعدين رجعوا على لندن ورجعوا على بيروت كمان غاده للجزائر والجزائر كمان، بنتمنى لك التوفيق بكل هالمحطات. شكرا لكم يلي رح بتقدمي فيها اكيد اجمل المقطوعات. الفنانه اللبنانيه غاده شبير، شكرا لحضورك معنا باخبار الصباح. شكرا لك، ميرسي. نحن رح نتوقف هلا مع بريك اعلاني وبنرجع بنتابع اخبار الصباح.